زي ما كنت اتكلم دلوقتي فخري كان لي فضل في اكتشافك وانتقالك للنادي الاهلي. هو كابتن محمد مساء الخير واهلا وسهلا بيك في السادسه. عيد وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب، وشرف لينا ان احنا نتواصل معاك طبعا. كل سنه وانتم طيبين عربي ومحمد فخري. ازي حضرتك يا كابتن؟ كل سنه وحضرتك طيب. ايه اللي شفته في فخري يا كابتن عامر خلاك تفكر انه ممكن يكون لعيب في النادي الاهلي؟ ايه اكتر حاجه بتميزه من وجهه نظرك؟ بص، الحاجه كمان اللي احنا دايما بنحرص عليها احنا كمدربين النادي الاهلي في اي مكان، دايما بنفكر في نادينا، ونادينا اللي هو ادانا الشهره وادانا المجد وادانا الاسم اللي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا حتى واحنا في انديه ثانيه دايما بنفكر في اللعيبه الكويسه اللي ممكن تلعب للنادي الاهلي. فكان من ضمن اللعيبه اللي انا شفتها بشكل كبير جدا، وانا برضو مش عايز اظلم لعيبه في المحله، يعني عندهم لعيبه كويسه جدا يستحقوا انهم يلعبوا في النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره. فخري كان من اللعيبه في وسط الملعب اللي عندهم رؤيه كبيره جدا، دايما شايف الملعب، دايما اولا عنده التسليم والاستلام جيد جدا، ودي اللي بتميز اللعيب الكويس من اللعيب الوحش. عنده رؤيه في الملعب، بيبقى دايما شايف على طول، محضر لعب وهو الكوره جايه له، عارف هو هيعمل فيها ايه. فدي كانت مميزات كتيره قوي كانت مرجحاه ان هو يروح الاهلي ويلعب في الاهلي. السايلو شبه مين كده كابتن عامر؟ يعني لو كابتن محمد عامر يرجع كده بالذاكره لاشهر اللعيبه المصريه اللي ممكن فخري يبقى فيه من نفس ستايل او نقربه شويه بتحبه انت قوي يا كابتن؟ هو في ستايل من كابتن هادي خشبه في طريقه استلامه وطريقه ارساله للكره، لكن هو عنده الرؤيه كمان اكتر، عنده انه يقدر يستلم بترقيصه لانه بيبقى شايف وهو الكره جايه له هيعمل فيها ايه. فعنده مميزات كثيره قوي ممكن ان هو المدرب الفريق الاول يطوره، ممكن ان هو يطوعه لخدمه الفرقه. اعتقد ان محمد فخري لو استعانوا بيه وسابوه في الملعب بس، يعني وحش حلو يبقى موجود في الملعب، انا متاكد ان هو مش هيطلع من الملعب تاني. ده شرف ليا والله. من اللعيبه الجيده جدا وسنه صغير وليه العمر في النادي الاهلي ان شاء الله. دي شهاده كبيره طبعا. بتحبه هو انت كابتن عامر؟ لا والله، والله انا بقول الحقيقه، ويعني احنا مش هنودي لعيب النادي الاهلي لعيب ممكن يعني يخذلنا، لا، فخري لعيب يشرف. طبعا طبعا يا كابتن، لعيب كبير ولعيب جميل. بشكرك، شكرا جزيلا كابتن محمد عامر. وزي ما بنقول الموهبه لوحدها مش كفايه.